29/11/1996، غنجي لهاد الحياة. هاديك الوقت غادي تقلبوا لي عيني وغادي نعسوني في الإنعاش لمدة شهر. قال ليها إذا بنتك غوتات وبكات راه رجعت ليك، وإذا شفتيها ساكتة وما دواتش عرفي بلي أنه ما غاديش تعيش بزاف. تصور لي شفت ديك الليلة، لحد الآن باقيين كيتعاودوا ليا واحد في واحد بعينيا. طبيب بدا تيشوف داك الشعر كيخرج ليا فمي، كيغوت وكيقول ليهم راه البنت كتموت، راه فيها شي حاجة ماشي عادية. بنت آية من الجمال ما شاء الله، اللي كتقول لي أنا بغيتك تشاركي قصتي في البرنامج ديالك هذه حكايتي باش تكون عبرة لكل إنسان كيتيق في القريب. قصة المتتبعة اللي غادي تطيح في السحر والتوكال اللي غادي يخرج لها على حياتها ويدمر لها حتى النفسية ديالها. كتقول صاحبة حكاية اليوم، والله العظيم إلى قصتي أول مرة شي واحد يسمعها. قصة اللي فعلا ما يمكنش تسمعها وما تبكيش، ما يمكنش تسمعها وما تتأثرش معها. قصة مليئة بالألم والحزن وحتى المعاناة. خليكم معايا باش تسمعوا القصة كلها وتستافدوا من عبرتها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه ان شاء الله. فقبل ما نبداو حلقتنا اليوم، ما كرهتش انكم فضلا وليس امرا تضغطوا على زر الاعجاب، ما غيكلفكم الامر حتى شي مجهود، حيت الاعجاب ديالكم والتعليق ديالكم كيهموني وكيفرحوني وكيخليوني باش انني نستمر فاش انني نحط لكم فيديوهات. ما نطولش عليكم اكثر، صاحبه القصه اليوم غنختاروا لها كاسم منال. كتقول منال، غادي نبدا القصه من الاول. انا وعد بالله ما قلت انا البنت الاولى في والديا. الام ديالي كانت كل مره كتحمل كيوقع لها شي اجهاض، وهذا الشيء استمر لمده سنين تاع الزواج اللي غادي تفقد فيها 4 ديال الاطفال. من بعد غادي نجي انا، ما كانتش عارفه واش حامله بيا في الاول. ماما كانت كتسكن مع جداتي، وكانت حتى مرات عمي معنا في الدار. هاد مرات عمي كانت كتحماق على ماما، او بالاحرى كتبين ليها باللي هي الروح ديالها وكتبغيها، وديما كتقول ماما ما كرهتكش انك تولدي وديري حتى انت شي بنيته ولا وليد، ايوا ونفرحوا بك. المهم وديك الهضره، غادي تحمل هاد مرات عمي، ومن بعد 6 شهور غادي تحمل ماما بيا، علما انها تعذبت بزاف بحكم انها ما تقدرش تمشي، تبقى جالسه تبقى ناعسه على جنب ديالها 17 ساعه. المهم بزاف ديال الشروط اللي غادي تخلي حملتها صعيبه بزاف ومعذبه، لدرجه كانت تعاود لي ماما كانت تقول ما غاديش نعيش اليوم ما غاديش نعيش غدا. ولكن شاءت القدره الالهيه انني غادي نتاد. 29/11/1996، غنجي لهاد الحياه. ومن النهار الاول وماما معايا في المشاكل، ديما كنمرض ديما سخانه لدرجه لا توصف. كتكون جالسه في الدار وانا حداها حتى كتلقى فيا سخونيه مجهده. ماما عيات ما تديني للطبة، والطبيب اللي داتني ليه تيقول ليها بلي انه راه ما عندي حتى شي حاجه. كتقول لي ماما، وانا كانت عندي 6 شهور، فواحد الليله بديت كنبكي بهستيريا حتى سخفت وداتني للسبيطار، وقالوا ليها بلي انه راه ما عندي والو وما عرفيتش شنو واقع ليا. هذيك الوقت غادي تقلبوا لي عيني وغادي نعسوني في الانعاش لمده شهر. ماما كتقول بنتي صافي ماتت، والاطباء تيقلبوا على السبب ولكن ما لقاوش. المهم مع المده وليت شي شويه مزيان، غادي يخرجوني من السبيطار وغادي تمشي ماما عند واحد السيده اللي كتجيها من العائله في مدينه واحده اخرى. بدات كتشكي عليها، كتقول لها راه ما عرفت مال بنتي شنو واقع ليها، وكنحس بلي غادي نفقدها. ديك الساعة ديك السيدة اللي كانت في نفس الوقت صاحبة ماما قالت ليها اجي نديوها عند واحد الراقي ونشوفوا شنو عندها، حيتاش الدراري الصغار كيقدروا يتأثروا دغيا وكيتأذوا دغيا. المهم ماما ما كتثقش في هذا الشيء ولكن غادي تمشي. كتقول لي يا ماما دخلني هذا الراجل وقال لي جلسي في ديك البلاصة وانا غادي يهزني وغادي يدخلني لواحد البيت اللي كان حداها، ولحد الان ما عرفتش شنو داروا لي في ذاك البيت، حتى ماما ما عرفاتش. خرجني وقال ماما ديريها في ظهرك وسيري، وهو يقول ليها اذا بدات تبكي ما تدوريش لعندها. قالت ليه ماما ولكن راه بغيتك تفهمني شنو كاين. قال ليها اذا بنتك غوتات وبكات راه رجعت ليك، واذا شفتيها ساكته وما دواتش عرفي بلي انه ما غاديش تعيش بزاف. ماما تخلعات وقالت ليه علاش. قال ليها بنتك فيها المس من الجن، وعلى ما اظن كانت عاودت لي ماما انه داك الجن سميتو ديال الصبيان. ماما ديك الساعه تخلعات وهزاتني وخرجات، وفعلا غادي نبدا نغوت ونبكي وفرحات، وقالت بلي راه هذا الشيء اللي قال هذا الرقيم كان الا صحيح. المهم من داك النهار تبدلت حياتي، وليت بخير، وليت كنكبر، وليت كناكل، وليت كنزيد في الوزن،
تبدلت الحمد لله. قريت ودرت 13 سنه. بابا كان تيعيش في اوروبا، هو واحد عمي غادي يدير لنا عقد ديال الاقامه، وعمي حتى هو غادي يدير الاقامه لمرتو اللي ساكنه معانا باش يجيبها. ولكن قبل ما نجيو، واحد النهار ماما كانت ناعسه حتى كتحلم بشي مرا غادي توقف عليها وقالت ليها انتي راك ما غاديش تمشي لديك المدينه حتى تمشي مرات لوسك فلانه. ماما فاقت ونعيات الشيطان وما تسوقاتش لذاك الحلم. فعلا مرت عمي غتمشي قبل من ماما لاوروبا، وجلسنا من موراها بواحد شهرين وما كاملاش وخرجت لنا الفيزا حتى حنا ومشينا عندهم. تخيلوا من نهار مشينا لديك البلاد وحنا في العذاب الاليم. وليت اللي حطيت على يدي ما كتيسرش نهائيا، واللي درت حتى هي ما كتيسرش. عن حالتي النفسيه والصحيه وليت غير كنضعف، وانا بنت 15 سنه. اللي شافني كيقول بلي راه عندي قل. با ما دخلش لي هادشي لدماغو ديال راه ممكن يكون فيها شي مس او لا واكله شي حاجه ولا شي حاجه من هاد القبيل. المهم تيقول بلي هادشي كله غير تخربيق، ومصر انه يديني للسبيطار وغنكتشفوا فعلا بلي انه عندي مشكل في القلب، واحد العرق ما تيخدمش من الصغر ديالي. هو يقول بابا لماما شفتي شنو قلت لك، هادشي اللي كان عندها وكانت كتاثر به. بقيت في السبيطار كانت تعالج بشويه بشويه، ولكن والو ما كاين شي تحسن. ما خليت حتى شي علاج الا وجربته، وحتى حاجه ما نفعتش معايا. غادي ندير 17 سنه، وديك المدينه اللي كنت فيها في الاول في المغرب واللي فيها جدات بابا، كاين واحد الولد تما كنت كنعرفو مزيان، كبرت انا وياه من الطفوله وحنا كنلعبو وديما مجموعين. لما جيت لاوروبا وكبرت، نهار غادي نمشي للمغرب من جديد غادي يجيو دارهم يخطبوني، وديك الساعه فعلا كنا مشاركين نفس المشاعر. فرحت وغادي نوافق، غادي نرجع لهنا لاوروبا. وبديت في تواصل مستمر علما انه عارف بلي انني مريضه. كلشي كان هو هذاك، حتى الليله ديال 26 في رمضان كيجيني واحد اتصال في تليفوني في الفجر من طرف انثى اللي كتقول لي الو الو سلام سلام. كنقول لها اختي شكون معايا، يمكن الا غلطتي في النمره ياك لاباس. قالت لي لا ما غلطتش في النمره ما حتى حاجه، انا متعمده نعيط لك في هذه الساعه. قلت لها وي شكون؟ قالت لي انا عشيرت فلان. زعما هذاك خطيبي. بقيت كنضحك وانا نقول لها دابا شنو جاتك عليا الليله ولا شنو، واش ضرك راسك ولا دختي ولا ما فهمتش. قالت لي انا غنصيفط لك تصور باش تشوفي بعويناتك شعليش على داك الواتساب ديالك وغادي تشوفي كلشي من الزيت. والله العظيم يا مستمعين يا كرام، التصاور اللي شفت ديك الليله دابا راه دازت عليهم 8 سنين، لحد الان باقيين كيتعاودوا ليا واحد في واحد بعينيه، وما نحتاج انني نشرح لكم اكثر. المهم التصاور كانوا مخلين الحياه. انا بداكشي اللي شفت غادي تجيني واحد الكريز، وبديت كنترعد وانا نطفي التليفون، وضرني راسي بغيت نعاود نشوف باش نتيقن، وبقيت كنشوف ونطفي ونعاود نشوف حتى بديت كنغوت غادي يعيطوا للاسعافات هزوني وداوني للسبيطار. ولحسن حظي ما جاتنيش ازمه قلبيه حيت كنت مهدده بها في اي وقت. المهم غيشدوني اسبوع عندهم، وعيا ما يصون لي داك الخطيب ما عارف شنو واقع، وانا ما بغيتش نجاوب. ماما غادي تهز التليفون وتقول ليه بعد ليا من بنتي وخلاص، والا ما غنبقاش معاك مزيانه ابدا. كيقول لها راني ما درت ليها والو، وهي تقول ليه راك انت اللي وصلتيها للسبيطار. كيقول لها لا راه ما درت حتى شي حاجه، علما انه حتى شي حد ما عرف الحقيقه علاش جاتني ديك الكريز. عند بالهم بلي انني غير تناقشت معاه حتى وصلت لهاد الحاله. ماما كانت صاحبتي، هي مع من كنت كنرتاح، وهي الشخص الوحيد اللي كنقدر نامن ليه راسي. غنخرج من السبيطار وغادي ندوي ليه ونقول ليه ما انا ليك ما انت ليا، وما تبقاش تهضر معايا. غادي نهبط للمغرب وغادي نفرق هاد الروينه. عائلته ما بقاتش كدوي مع عائلتي، وكل واحد تقار علما انهم كانوا قراب منا وبزاف. المهم غادي نفرتكو داك الشمل. من بعد شهر وليت باغا غير ننتقم، بمعنى اي واحد جاني يطلبني الزواج غنقبل به، وفعلا داكشي اللي كان. غادي يجيني واحد في عمره 41 سنه، وانا نشد فيه واحد الشده ديال العمى في الظلمه. قلت لهم والو هو اللي غادي نتزوج به، وانا غير باغا ننتقم من هذاك خينا. المهم بقينا مخطوبين لمده عام، وجدنا القاعه نقافات البيه باش نمشيو للمغرب نديروا العرس كلشي. بقينا غير اننا نهبطوا للمغرب ونقضيوا الاغراض ديالنا. كانت بقات لي ديك الساعه غير شهر باش انني نمشي نتزوج. هذاك العام كان عندي الباك، غادي نمشي ندوزو، غادي ندخل للقسم تليفوني هو بدا كيصوني، غادي ندوز امتحان الكتابي وحلف داك التليفون واش انه يسكت. هو يقول لي الاستاذ ديالي دابا الاستراحه سيري دوي تقدر تكون ماماك، زعما بغات نقول لك شي حاجه على باباك، حيت دوك الايام كانت وقع عليه ازمه صحيه وبقيت مخلوعه عليه، والاستاذ كانت فراسو كلشي، داكشي باش كان خلاني انني نجاوب. هادشي كنعاود لكم وانا في اوروبا. غادي نجاوب في التليفون الو الو عرفتيني شكون؟ لا اختي ما عرفتكش. قالت لي وهل يخفى القمر؟ قلت لها غير قولي شكون راني ما عرفتكش. انا عشرت فلان
نسيتيني دغيا؟ ما تحبليش غادي تنسيني، انا بغيت نمرضك في حياتك باش نهار تسمعي غير سميتي تبقى يكون لك كدر عادي. قولي يا دولا الشيطان الرجيم، ياك خليتو ليك شنو بغيتي مني؟ قلت ليها شنو بغيتي فيا انا، راني ما دايره لك والو باش انك تبغيني بحال هكا، شنو هو الهدف ديالك مني؟ قالت لي انا باغا نعذبك انت في حياتك وباقا ما شفتي والو. وشفتي هذاك العرس اللي فرحانه به نهار فلاني في البلاصه الفلانيه مع هذا الوقت؟ والله حتى نرونو ليك ونخليك كل شيء يهرب لي في القاعه ونوض لك الروينه. عرفتو فاش عطاتني التفاصيل كي بقيت كنترعد، تصدمت وكنشوف الاستاذ قدامي كيشوف فيا وانا مبلوكيا، عينيا قسما بالله الا ما عرفش كيفاش هبطوا منهم الدموع، وليت كل صفرة وكنترعد. الاستاذ جاي عندي تيقول لي واش باباك وقعت ليه شي حاجه؟ انا ما قدرتش نخرج حتى شي كلمه ولا نقول ليه خير لا، الهضره تحبست ليا في حلقي. شويه كل شيء بدا تيبان ليا كحل حتى طحت. داوني للسبيطار وكان باقي ليا ديك الساعه الشفوي، وانا همي كله انني ننجح وما بغيتش نسقط. غادي يجي عندي الاستاذ يطمئني ويقول لي بلي انه غير ارتاحي ونجيو ندوزو لك الامتحان الشفوي حتى لعندك. فعلا غيجي ويدوزو لي الشفوي في السبيطار وغادي نجي انا الثانيه في المدرسه، واخا ما كنتش راضي عليها حيت كان الهدف ديالي انني نكون انا الاولى، وكنت كنكافح على ودها وما كنعش ليالي على ودها. المهم غادي نخرج من السبيطار والوزن ديالي خالي وتيطيح، وكنت في عمري 17 سنه، كنت كنوزن 32 كيلو. تخيلوا معايا يعني راه شي حاجه بزاف. وليت بحال شي عود اللي شافني تيقول هذه عندها غير 13 سنه ما تفوتهاش، غادي تنوض بيني وبين داك الخطيب المشاكل وغادي نتفارقوا. بابا صراحه كان مقتنع بهذاك الراجل وتقلق مني واحد شويه حيتاش تفرقت معاه، حيت كان مراعي ليا بزاف ديال الحوايج، واللي حليت عليها فمي كانت تيجيبها ليا. المهم غادي نجلس من القرايه، ما بقاش عندي الكانه ديالها، ما غنكملش وغادي نمشي نخدم. جات واحد البنت وغادي تدوي ليا على خوها وبلي انها ما كرهاتش باش انني نتزوج به. المهم رفضت وهي تمشي تعطيه لمرتي بدون الموافقه ديالي. بدينا كنهضروا وبدا الاهتمام وواحد الحب ما كاينش بحاله في الدنيا والمعاملات كي دايرين. المهم في نفس الوقت ماما كانت كل فجر كتفيق باش انها تقرا قران على واحد الماء باش ترقينا به مع واحد القريعه نتاع الماء ورد، وكانت كترشها لنا في الفراش ديالنا، علما ان ما كانش مدخله راسها بزاف ديال الامور. هاد الحاجات اللي كانت كديرهم غير باش انها ترقينا وتحفظنا وصف. واقسم بالله كل مره كنت نشرب هذاك الماء كنت نحس بحال داك الفانيد اللي كيدار في الماء وكيبدا يفشفش، هكا كنت نحس في المعده ديالي. كنسول ماما شنو دايره في هذا الماء؟ كتقول لي والله يا بنتي ما كاينه حتى شي حاجه من غير القران. وتخيلوا معايا اذا شربت الماء عادي بحاله ما مقريش فيه القران ما كنحس بحتى شي حاجه. المهم 30 يوم بالضبط وهي في استمرار على هذه القضيه، وعرفتوا داك الشيء اللي رديت حاشاكم ما يمكنش ليكم تخيلوه، والله شاهد على ما اقول. الشعر ديال الانسان تيخرج ليا من فمي وكحل كحل كحل، والريحه حاشاكم خانزه لا تطاق لواحد الدرجه ما يمكنش تصوروها. كنعيط لبابا في ديك اللحظه وكنغوت وكنقول ليه حتقني يا بابا حتقني، ياك بابا بشلاغمو وراجل عمرني شفتو في حياتي تيبكي حتى لذاك النهار، شفتو تيبكي وتيقول بنتي كتموت وهذه هي الاخره ليها. غيديني كيطير للسبيطار وبديك الحاله. في السبيطار داكشي اللي رديت غيديو في واحد الميكا لابوراتوار يديروا ليه التحليله. انا ديك الساعه غادي ندخل عند الطبيب وتيقول لهم بلي انه راه مستحيل هذا الشيء، راه غير مقطع الشعر وحطاه في داكشي اللي رجعات. شويه حنتو مولانا وهي ترجع حالتي ديال الردان حاشاكم. عندهم نيت في السبيطار، الطبيب بدا تيشوف داك الشعر كيخرج ليا فمي، كيغوت وكيقول لهم راه البنت كتموت، راه فيها شي حاجه ماشي عاديه. تيقول لهم 30 عام وانا في هذه البلاد في اوروبا ودكتور، وعمر هذا المنظر ما شفته في حياتي. من بعد التحاليل غادي يلقاو بلي انه داكشي اللي كنرجع حاشاكم 100% مواد مسرطنه سامه اللي تقدر تقتل مولاها ابتداء من بعد ساعه. غادي يديروا لي غسيل المعده، ما لقاو عندي والو، داروا لي جميع انواع ديال التلفازه في كاع الجسم ديالي، كلشي كان عندي مزيان. تيقول لي الطبيب بلي انه انا راه غادي نتستر ما عارفش هادشي من خارج ليك. من بعد ما رجعت كلشي انا غادي نرتاح واحد الراحه عمرني ما حسيت بها من نهار تزاديت. خرجت من السبيطار وليت كناكل وغلاضيت وزيانيت كتر وارتاحيت. المهم غنتزوج بهذا الراجل، غنديروا العرس وكلشي فرح بيا. في الليله الاولى ديالنا غتقولوا هزيت راجل وحطت راجل، كيفاش وعلاش ما عرفتش.
من بعد 7 ايام بالضبط غادي نخرج انا وهو وماما واختي وخويا واختو. شويه غادي تقول لديك اختو السلام عليكم لواحد الدري تكون عنده ديك 17 سنه. انا درت نشوف شكون زعما هذا المن قالت السلام يصحاب لي شي حد من العائله. شويه ندور نشوف فيه ويدير فيا واحد الشوفه ديال راه اليوم هو الاخير ليك في هاد الحياه. المهم غادي نوصلوا ماما وخوتي لواحد المحل غادي نقول لها غنمشيو نحطوا واحد الصخره انا وفلانه دغيا ونرجعوا لعندكم. غير رجعني للدار ونسولو علاش رجعتيني للدار. كتقول وقسم بالله الى العصا اللي كليت داك النهار ولحني في الدروج والجيران كيقولوا لي نعش الشيطان والمعيار. وانا كنت على يقين انه اذا جا خويا وبا وشافو كيتعامل معايا بحال هكا غيقتلوه حيت نعرف بلي انه بابا الا انا حيتاش ما وصلتش لهاد الدنيا بالسهل عنده. عييت ما نزاوك فيه عييت ما نبكي ونغوت. واحد شويه غادي يحس بلي انه ماما قربت تجي وغادي يطلعني انا وباليزتي اللي كان لاح عليا وبدا كيطلب فيا ويقول لي انا راه ما حسيتش حتى تصرفت بحال هكا وسمحي لي. ومهم ديك الهضره جات ماما وبدات تخاصم فين هاد الغبور ساعتين وحنا كنتسناوكم عند مول المحل واش ماشي حشومه عليكم. طلعت لعندي ماما ولقاتني حمرا وعينيا بغاو يترتقوا من الحموريه وهي تقول لي مالكي. قلت لها لا راه غير تزاد عليا الحال وما قدرتش نخرج. المهم كذبنا عليها غايقول لي خويا ملحمك زرق. قلت ليه لا راه غير شداتني الدوخه ورجعت لي ديك الحاله وانا نطيح. بدا كيعنقني وكيقول لي كما هذا ضربك. تنقول ليه لا ويلي علاه يضربني لا ما يمكنش يضربني انا راني غير تقصحت. غادي يبوسني خويا وغادي يدوزوا معنا يومين وبداو تيجمعوا حوايجهم باش يمشيو وانا تنقول في خاطر ماما ديني معاك ما تخليونيش مع هاد الوحشه انا مزهوكه فيك. المهم هما غادي يمشيو وحيتاش ما رديتش الاعتبار راسي من الاول غادي نولي ناكل العصا. كل نهار كيسد عليا الباب بالسوارت ويا ويلي شوفني انني حليت الشرجم. وعلى ذكر هاد الشرجم واحد الليله حليته وجا عطاني قتله ديال العصا وانا بالحجاب ديالي زعما ماشي كنت كنطل وانا معريه راسي كنت محتاشمه. المهم واحد البنت من عائلتي غادي تعرضني لعرسها وغادي تطلبوا باش انه يخليني نمشي غيوافق. وانا فرحت واحد الفرحه كبيره وقلت صافي جا الفرج. وهو داني التران كان تيقول لي انا حاس بك انك ما غترجعيش. انا تنقول ليه لا انا راجعه ويلي على ما نرجعش. كنت كنتبتو غادي نمشي للمدينه اللي فيها ماما هادشي في المغرب وبديت كنعنقها وتنقول ليها ما بغيتش نرجع وما غاديش نرجع راه كيقتلني. غنقولها لبابا غادي يصبطو مزيان غادي ندوز العرس غادي نشطح ندردق ولبست وتزوقت وكلشي كيشوف فيا وتيقول سعداتها خلاها راجلها تجي باينه عايشه معاه بخير وانا ربي اللي كان عالم شنو اللي في قلبي. المهم غادي يجي الحق عليا ويطلب السماحه ويبوس ويزاوق والله ما نعاود. بابا غادي يحلف فيه اذا باقي مازال حط عليا يديه غيتفاهم معاه. فعلا غادي نرجع معاه وبقيت معاه حتى حملت ومشيت عند الطبيبه وغادي تقول لي بلي انه ممنوع ليك توقفي. لقيت راسي عندي نفس المشكل اللي عانت منه ماما. اقولتي مسكينه غادي تجلس معايا وصراحه كانت الله يعمر ليها الدار وحتى هو فديك الفتره كان معاملني مزيان. واحد النهار غادي نطيح نسخف وغادي يدوني للسبيطار وغادي تقول لهم الطبيبه بلي انه راه البيبي ما تيبانش ولكن ديك الساعه راه البيبي كان طاح ليا وبقى غير الكيس ديالو في الرحيم. المهم انا غادي نطلبو باش انني نرجع لاوروبا نتبع مع شي طبيبه تمايا بيد ما يخرجوا لي هو الوراق. فعلا غادي نمشي نشوف الطبيبه ولقات عندي تعفن. المهم بعد شهر غادي يجي الحق عليا ويسكن مع والديا في الدار حيت كبيره واكل معانا شارب نعاس تيصبحنا حتى لوحده جوج تيسهر بالليل لا خدمه لا ردمه والو. انا عييت معاه من بعد غادي نحصلوا بلي انه تيكمي غادي نتغاوت انا وياه وبدا تيرجع لحالته الاولى ديال الاعصاب ولكن ما كيضربنيش حيت كان معانا بابا. المهم غادي نمشيو نخرجوا الكريو وغادي نحمل للمره الثانيه ما تيحترمنيش واخا مريضه وحامله. واحد النهار غينقز عليا ويضربني ويكلني حتى غيبت بدماياتي. لما فقت لقيت ذاتي كلها كتحرقني ودالي حتى من تليفوني. ديك الحله اللي غادي نحل بها البالكون غادي يدخل هو وغنبدا كنغوت ونقول ليه اليوم انا غادي نلوح راسي كنغوت لربي اللي خلقني. صاحبه القصه كتبكي وكتقول درت رجلي في الخوا باش نتلاح والرجل شاده بها والله العظيم الا كانت عندي النيه باش انني نتلاح او بالاحرى انني انتحر. وهو تيقول لي اجي لهنا لا نقتلك. كنقول ليه انا ميته غير عطاني اتساع مع ديك اللوحه اللي غادي نلوح فيها راسي غيشدني من يدي وبدا كيبكي وطاح لي على رجلي وكيزاوك. تنقول لي غير بعد مني وكل اللي راني عامره دمايات وفي الوجع قاتلني في كرشي. غنعيط لبابا بدموعي كنبكي ونشهق ونقول ليه اجي اعتقني راه ضربني وتعدى عليا راه قتلني با راه قتلني با جا كيطير. هزني وعيطوا للبوليس. غنبقى في السبيطار 15 يوم على الصحه ديال الجنين اللي ما كانتش مزيانه غيتسبب ليا فعاهه في عيني
ولا عندي النظر قليل بزاف. غادي نرفع دعوة في المحكمة وغادي يوقفوا ليه الوراق، غادي نخرج من السبيطار واخا كانوا تيقولوا ليا بلي انه راه بنتك ما كانش كتكبر وراه صغيره والدم ما تيوصلش ليها، كنت نقول لهم بلي بنتي غادي تعيش وغادي تكون بخير. في وسط هذه المعاناه بنتي غادي تولد في نفس النهار اللي تزاديت فيه انا، بنتي غادي تبدل لي حياتي كلها، وفرحت بها فرحة كبيرة عمرني فرحت بها حياتي كلها. من بعد سيمانة مولد إذا كنتوا باقين عاقلين، ديك البنت اللي كانت كتهددني في التليفون غدوي لي وتقول لي أنا مزوجة فيك سمحي لي، راه مرات عمك هي اللي قالت لي باش ندير لك هذا الشيء ونسحر لك، وراه هي اللي عطتني الكسوة ديالك الفلانية اللي عطيتيها لبنتها النهار الفلاني، وحتى متصوتك الفلانية، وهي تصور لي الميساجات ديالها مع مرات عمي والسحور اللي داروا لي في المقبرة ودفنوه وخلوني لدابا باقا كنعاني منه. هذا مرات عمي غدير السحر ليا أنا وماما، ولكن انا اللي غادي نتاثر به وانا اللي غادي نتأدى به، واخا ما عرفناش السبب علاش هادشي دارته كله. عن نفسي انا طلقت هادي 6 شهور وعايشه مع والديا وبنتي، ورسالتي لكل مستمع ومستمعه البنات وحتى الدراري ما ديروش الثقه، ولكن على حسب تجربتي انا وجه الكلام للبنات، حتى شي حد ما يثيق في شي حد من عائلته، وحديو راسكم مزيان حيت ضروري كاين الخبث في الغريزه ديال البشر، فكاين اللي تيوكل هذاك الخبث وكيكبروا وكيأدي به الناس، وكاين اللي تيقمعوا وما كيخليهش انه ياثر فيه باش انه يأدي به الناس. هاد الانسانه اذا شفتيها تقول انا هي العشق ديالها وكتدوي ليا غير بحبيبه وبنتي، ولكن طعناتني وكلاتني السحر ودمرت لي كاع لحظات السعاده اللي دازو في حياتي. انا عارفه بلي هادشي كله قضاء وقدر وحمد الله وشكره، ولكن من عرفت بلي انها هي السبب خطري باقي كيضرني لحد الان، حياتي مدمره لا صحه جسديه ولا نفسيه، وباقا كنزور السبيطارات وباقا كنزور الموت كل نهار. شحال من مره تقريبا كل صباح كنقول واش اليوم غنصبح ولا لا. اي واحد سمع قصتي، انا مزوقه فيكم بالغالي والنفيس، دعيو معايا هزوا كفوفكم للسماء، دعوه الغائب مستجابه، دعيو معايا ربي يفرج عليا ويفرحني، راني ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا من غير الفرحه بحال ديال النهار فاش تزادت بنتي ونهار نوضات سنيناتها ونهار تمشات. دعيو لي مع بنتي حفظها لي مولانا من كل سوء ونربيها احسن تربيه يتنفع بها المجتمع. انا ما بغيت والو من غير دعاويكم وايجابيتكم. وهذه هي كانت قصه حلقتنا اليوم، قصه مؤلمه وحزينه، وللاسف الخب ديال بعض البشر هاد الشيء لاش كيأدي، ولكن كدائما وابدا كيف تنقول لكم بلي انه الدنيا 3 دقائق كل شيء غادي يسالي، غدا فاش غادي يوقف كل واحد قدام مولانا شنو غادي يقول ليه عني. فكنتمنى انكم تخليوا الايجابيات لصاحبه القصه، تكلموا معها بايجابيه وتخليوا لها الدعوة ديالكم، لان هذا الشيء غادي يرد فيها النفس ويرد فيها الروح. تخيلوا معايا ما فارقه حتى شي دمعه في طول الحكايه، فكنتمنى انكم تفوجوا عليها بكلمات زوينين طيبين بحالكم بحال قلوبكم، وما تنسوهاش من الدعاوي ديالكم. نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام سلام.